دايما في سؤال بيحيرني كل ما اتفرج اكتر عن الراجل ده، هو يوسف الشريف موهوب فعلا؟ اصل لما نيجي نتكلم عن يوسف الشريف انت عارف اللي انت واقف قدام طفره، حاجه نادره الحدوث بالنسبه لي رغم افتقار الراجل ده للموهبه، وهقول لك ليه كمان شويه، ولكنه عوض ده بالتوفيق من عند الله وبالاجتهاد، وبقى ليه اسم كبير قوي الناس بتتناقله وسطهم. حابب اقول لك ان انا عملت فيديو محتوى جديد في قناه جديده كليا، وانا كنت متحمس جدا للفيديو ده بعنوان شادي سرور من القمه الى القاع. بحكي لك قصه شادي سرور كامله من غير انحياز او ابراز اراء شخصيه، فبعد اذنك لو عجبك محتوى الممثلين اللي انا بعمله ده خش على اللينك اللي فوق وقول رايك، لان انا مش عايز الفيديو ده يقع. يوسف الشريف ممثل فنان من البدايه، عاشق للفن، وهو طفل او مراهق كان بيحب الكوره جدا، عمل تجارب اداء وانضم للناشئين الاهلي، ولكن اصابه شديده قضت على حلمه قبل ما يبدا اصلا. بص بقى هو هنا عمل ايه، اي حد في مكانه هيرضى بالامر الواقع، هيبطل الفن ده نهائيا وهيركز في طريق مختلف، وهو عمل كده فعلا، رمى كل ده ورا ظهره وذاكر وشد على نفسه وخش كليه الهندسه جامعه عين شمس، وفي نفس الوقت كان بيرضي حبه للفن وبيشتغل موديل في اعلانات لغايه ما حد يكتشفه، وبالفعل مخرج الاعلانات شريف صبري بيكتشفه وبيؤمن بموهبته وبيديله دور بطوله مع روبي في فيلم 7 ورقات كوتشينه اللي اتعمل سنه 2004، ولكن الفيلم بيفشل فشل ذريع. هنا بقى يا معلم بيظهر نمط هتلاحظه في باقي مشواره الفني، الاجتهاد من عنده والتوفيق من عند ربنا. الراجل ابتدى تمثيل بدور بطوله ولما فشل ما عانتش وعمل زي ممثلين كتير وقال لك لازم ابقى بطل بالعافيه، وعملوا كام فيلم هبطان لغايه ما اختفى، لا تخلى عن غروره بالكامل وابتدى يثقل خبرته بادوار ضعيفه ثانويه مساعده في افلام ومسلسلات كتير على مدار سنتين، يعني في السنتين من 2005 و2006 قدم 6 اعمال، فتح عينيك على نار هاديه، العميل 1001، حليم، وسندريلا، واخر الدنيا. فشل ورا فشل ورا فشل ورا فشل، كل الافلام اللي قلت لك عليها دي فشلت، والمسلسلات لقت نجاح مقبول ولكن مش قوي. مسيره مهنيه لفنان مش معروف، الحاجه الوحيده المميزه فيه شكله الاسمر الوسيم واخره يكون موديل اعلانات. بص بقى يا معلم في التوفيق، من كل وسط الافلام والمسلسلات دي بيجي له مخرج تاني اسمه محمد اسماعيل اللي بيقول له لازم تغير اسمك الحقيقي لاسم فني عشان تعلم مع الناس، فغير اسمه من محمد اسماعيل ليوسف الشريف، وبيتعرف في الوسط كله بالاسم ده، ورغم فشله المستمر الا انه لسه بيحاول. ربنا بيوفقه، المخرج العبقري يوسف شاهين بيحط عينه عليه، بيعترف انه ممثل شاطر وبيشاركه بدور كبير نسبيا في اخر فيلم ليه بالاشتراك مع المخرج خالد يوسف، فيلم هي فوضى اللي نزل سنه 2007 ومن بطوله خالد صالح ومنى شلبي، ويعتبر واحد من اهم الافلام في تاريخ السينما المصريه واقواها. ومش هقول لك دوره في الفيلم عبقري، بس حط اسمه على الخريطه، ولكن للاسف الفيلم ده برضه بيفشل وبيحقق ارباح 10 مليون جنيه، رغم امال المنتج ان اسماء تقيله زي خالد صالح ومنى شلبي والمخرج الكبير قوي يوسف شاهين يحققوا له اقل حاجه 50 مليون. بيستمر الفشل، وفي سنه 2009 بيقدم فيلم العالمي اللي بيحقق ايرادات 2 مليون جنيه وسط عتاوله حرفيا، كان نازل في نفس السنه ده دكان شحاته لخالد يوسف وخالد صالح، والف مبروك لاحمد حلمي، واحكي يا شهرزاد لمنى زكي، وابراهيم الابيض لمحمود عبد العزيز، واحمد السقا وهند صبري، وبدل فائد لاحمد عز، وبوبوس لعادل امام. سنه مزدحمه بالنجوم ووسطهم بيظهر يوسف الشريف، ولكنه بيفشل انه يجاريهم او يحقق ربع الايرادات اللي جابوها، وخلي بالك ده يعتبر الفيلم الوحيد من بطولته وكان حلو جدا لانه من تاليفه وباين انه اجتهد فيه، زي ما المسلسل الصياد كده كان برضه فكرته، وبرضه الصياد الناس بتشهد انه افضل مسلسل في تاريخ يوسف الشريف، فهو كان دايما كده بينقي وبيختار ادواره وبيحب يحط لمسته في كل حاجه. طبعا بيجي له احباط بس مش بياند، السينما مش مكانه، مش ليه، مش هيعافر في حاجه فاشله وهيضيع سنين كتير قوي من عمره زي اللي قبله، بيقدر يدير نفسه صح وبيتجه للمسلسلات، بيعمل مسلسل اسمه المواطن اكس، بطوله مشتركه مع امير كراره واياد نصار ومحمود عبد الغني في 2011، والمسلسل بينجح بس مش قوي. في 2012 بيعمل مسلسل اسمه زي الورد اللي مش بينجح قوي، بس مش مهم، ده وقت الثوره، السوق نايم والاعمال كتير بتفشل، والتوفيق خلى المسلسل ده يعدي من تحت الرادار ولا كانه اتعمل ومش بيأثر عليه مهنيا. في نفس السنه بيتم اصدار اول مسلسل ليه من بطولته المطلقه، وهو رقم مجهول، بدايه الشابو. بص انا مش هتكلم عن حلاوه المسلسل ده وازاي غير فئه الاثاره او جنره الاثاره والجريمه، انا عايز اتكلم عن حاجتين كررتهم كذا مره. اول حاجه التوفيق، ربنا وفق يوسف الشريف بثلاث شخصيات هم المؤثرين في حياته او اصحاب الفضل في نجاحه بعد ربنا طبعا ثم اجتهاده. الاولى هي مراته انجي علاء. في سنه 2009 انجي علاء خريجه كليه علوم
يوم من الجامعة الأمريكية بتلتقي بالشاب الممثل الصاعد يوسف الشريف بعد إصدار فيلمه العالمي وبتعمل لقاء معاه. بتحصل شرارة إعجاب بتتحول لقصة حب وبتنتهي بسرعة بلم العاشقين وبيتجوزوا، ومن ساعتها هي ما بتفرقوش. في كل المسلسلات اللي عملها كانت جنبه، على المستوى الشخصي بتساعده في اختيار المسلسلات بتنصحه وبتدعمه، وعلى المستوى المهني فكانت الستايلست أو المسؤول عن الأزياء في مسلسلاته تقريبا جنبه في كل المسلسلات، وهي اللي ألفت له مسلسل لعبة إبليس ومسلسل كوفيد 25. وعلى الرغم من أني بشوف الاثنين دول من أقل أعماله لافتكارهم أي نوع من أنواع الإبداع ومعتمدين على نجاحاته القديمة في الصياد ورقم مجهول وكفر دلهاب، ولكن برضو وسط زحمة رمضان فهي مسلسلات حلوة جدا، أو بمعنى أصح مختلفة، وده اللي محتاجينه وسط حلب الدراما في رمضان، بالذات لما كترنا قوي من مسلسلات البلطجة الرخيصة وجمل التكاتك اللي بقت منتشرة جدا، وما بقاش أي ممثل أو نجم يبقى عايز يتجه غير الاتجاه ده، البلطجة والتكاتك. ما علينا، إنجي علاء كانت أول مؤثر في حياة يوسف الشريف، علاقة استمرت 14 سنة كاملة، تقدر تشوفها من بره علاقة مثالية لغاية ما بتتصدم بالأمر الواقع، وبتتفاجئ إنهم بيعلنوا انفصالهم في سنة 2023. انفصالهم بيهز يوسف الشريف على المستوى المهني، لأن آخر مسلسل عمله كان في 2020، مسلسل النهاية اللي كان رائع جدا بالمناسبة ومن أحسن المسلسلات اللي عملها في تاريخه، وهو اللي تعتبر من الناس اللي طورت فئة الخيال العلمي في مصر وفي الوطن العربي، وبعدها ما عملش حاجة. الراجل داخل على 4 سنين مش بيعمل حاجة، وانفصاله جه بعد ما تم الإعلان على مسلسل الراكون اللي كان المفترض هينزل إن شاء الله في رمضان 2024، والمسلسل ده من تأليف مراته وتم تأجيله لأجل غير مسمى. يعني غالبا إن شاء الله مش هنشوف يوسف الشريف في رمضان 2024، وغالبا ممكن ما نشوفوش كمان في رمضان 2025، وهيبقى كده هيكون خرج من سباق الرمضاني لمدة 5 سنين كاملة. ممكن يأثروا بشكل كبير قوي على شعبيته وجمهوره يزهق من كتر ما بيستنوه، وممكن ده يدمر كاريره كله. لازم عودته تكون قوية عشان يستعيد وضعه، لازم يعلي على نفسه ويقدم حاجة أحسن من النهاية والصياد. أتمنى يرجع ونشوفه تاني لأنه من الممثلين المفضلين ليا. الشخصيتين التانيين هما المؤلف عمرو سمير عاطف والمخرج أحمد نادر جلال. عمرو ألف وشارك في تأليف مسلسل رقم مجهول والصياد والقيصر ولعبة إبليس وكفر دلهاب والنهاية وفيلم بني آدم. أما المخرج أحمد نادر جلال فأخرج نفس المسلسلات بس شيل النهاية وحط مكانها اسم مؤقت. الناس دي توفيق من ربنا إنهم جم في طريقه. الاتنين دول أكتر اتنين فاهمين إيه قدرات الممثل يوسف الشريف، قادرين يستغلوه أحسن استغلال، وهو ذكي بما فيه الكفاية إنه ما يروحش لغيرهم، لأن أنا أكاد أجزم إن هو نفسه عارف إمكانياته وقدراته وعارف إنه مش موهوب كفاية، وكان قادر إنه يوصل لمرحلة من النضوج اللي تخليه يتقبل الحقيقة دي ويسلم نفسه للي فاهمينه وقادرين يوظفوه. لو بصيت على كل مسلسلات يوسف الشريف، الصياد، النهاية، رقم مجهول، لعبة إبليس، المواطن إكس، كفر دلهاب، هتلاحظ حاجتين. أول حاجة القصة مختلفة، غريبة، جديدة، متعوب عليها، مكتوبة صح، خيال علمي في مستوى جبار زي النهاية، مصحوب بألغاز وتفاصيل تسحل المشاهد، أو مسلسلات جريمة وإثارة زي الصياد ورقم مجهول وكفر دلهاب والمواطن إكس. مسلسلات محكمة معمولة كويس، غرضها إنها تخلي المشاهد دايما بيخلص الحلقة مشدود وعايز يشوف الحلقة اللي بعدها. اللغز معقد بس مش زيادة عن اللزوم، الكل بيخمن إيه اللي هيحصل، إيه البلوت تويست، وأغلب الوقت بيطلع عكس التوقعات. شابو يوسف الشريف، إزاي جبت الفكرة دي؟ إزاي كسرت صندوق مسلسلات رمضان المملة الرخيصة؟ إزاي انفردت في فئة الإثارة والجريمة وعملت مسلسل متعوب عليه بجد ببلوت تويست حقيقي، مش بلوت تويست عبيط بيسخر من ذكاء المشاهد؟ بس وسط كل الشابو ده ابتديت ألاحظ حاجة غريبة، إن يوسف الشريف دايما بيقدم نمط معين هتلاحظه في كل مسلسلاته. الراجل دايما بيطلع بنفس الشخصية، بيعمل نفس الأداء التمثيلي، ما عندوش رينج أو تنوع حقيقي في الشخصيات. هتلاحظ في كل مسلسلاته إن دايما بيطلع في دور الراجل العاقل الرزين الهادي اللي عارف كل حاجة من بداية المسلسل وعامل خطة لكل حاجة وقادر على تنبؤ بتصرفات اللي حواليه. صوت الهادي يخفي وجهه الحقيقي، دايما منطقي، مشاعره جافة وحاطط مليون سيناريو لأي حاجة بتحصل. الدور ده مش بيفرقه مهما حصل، ولما بتيجي لحظات درامية مؤثرة مش بيقدر يطلع المشاعر اللي انت عايزها منه، زي مثلا شكله لما شاف موت مراته وابنه في الصياد، او لحظات الخوف على عينيه في كوفيد، او العصبية في القيصر. تعابير ميتة من ممثل مجتهد، ولكن انا بشوفه وده رأيي الشخصي مش موهوب. في امريكا يوسف الشريف هو نسخة طبق الاصل من الممثل كيانو ريفز. الاثنين مجتهدين جدا بس مفيش موهبه. كيانو ريفز ما كانش بيتكلم تقريبا في جون ويك، وماتريس كان اداؤه جاف جدا، وشه كان صارم، وفي اللحظات الدراميه كان بيحتاج ممثلين موهوبين اكتر منه يشيلوا المشهد، وهو اللي بيستجيب ليهم مش بيحركهم، وفي كل اعماله
هتلاحظ انه معتمد على الكاريزما بشكل كبير، وعمره ما هيكون في حجم ممثلين زي ليوناردو دي كابريو والباتشينو دينيرو وهانكس كموهبة. ولو عايز تعرف رأيي بالتفصيل وليه هو مش متنوع اتفرج على الفيديو اللي فوق بتكلم فيه عن جون ويك اعظم فيلم اكشن في التاريخ. الاتنين برضو مشتركين في حاجة، ادارة نفسهم. الاتنين عارفين مكانهم، عارفين حدودهم، بيروحوا المخرجين والمؤلفين فاهمينهم كويس قوي وقادرين على استغلالهم من غير ما يحطوهم في تحديات تمثيلية تفوق قدراتهم. والاتنين مشتركين في حب الناس. عايز اقولك ان اكتر ممثل محبوب في العالم دلوقتي هو كيانو ريفز. امريكا والناس هناك بيعشقوه، ممثل متواضع جدا، ما بيرفضش توقيع من الناس او صورة معاهم، مش بيتنك عليهم، مش بيتفخر بثروته، بيتمشى في الشارع زيهم وفي المترو تلاقيه جنبهم، الاقل منه بيدعمه وبيعامله بمنتهى الاحترام والود، ودايما دايما الناس في امريكا حاساه جزء منهم، بيمثلهم، مش واحد غرته الشهرة والاضواء. عشان كده ليه جماعات وجروبات وفانز مخلصين اخلاص كامل ليه، وهو من الناس القليلة جدا اللي في الوسط النجس ده محدش بيكرهه او بيختلف على تواضعه او ليه فضايح. يوسف الشريف نفس الكلام، ممثل ملوش اي اراء جدلية، مش بتاع شو، مش بيعمل لقاءات تلفزيونية كتير، مش بيطلع يشرشح حد او يطلع لايفات على التيك توك او يقول حاجات تثير الناس، وتقريبا من اكتر الناس المحبوبين سواء من الوسط او من الوطن العربي كله، مش بس عشان اعماله حلوة، عشان ليه مبدأ صارم. يوسف الشريف من زمان طلع في تصريحات وقال انه بيمتنع تماما انه يبوس او يحضن اي ممثلة في اي عمل ليه، مفيش حاجة اسمها مشاهد جريئة في اعماله. يقال بسبب تصريحاته دي رفض اعمال كتير وكان منبوذ من المخرجين وما اشتغلش لمدة سنتين كاملين، ولكنه فضل حازم في رأيه وقال مش هيعمل كده نهائي. الدين والاخلاق كانوا في المقام الاول عنده وبعدها الفن، ومش لازم الفن من وجهة نظره يحتوي على مشاهد جريئة، ممكن جدا توصل المعنى بدون قبلات او ملامسات او احضان. وقدر يثبت ده للعالم كله باعماله اللي محدش قرب من جودتها غير ناس قليلة جدا، وعشان كده ربنا وفقه والهمه التفكير السليم في ادارة نفسه، وقعه مع ناس فاهمينه ووظفوه صح. التوفيق والنجاح والتعريف الامثل لمشوار يوسف الشريف الفني. قليل جدا اللي بيخش الوسط بدون واسطة او موهبة، ولكنه هو من القلائل اللي كسروا الوعدة دي، بالعكس تمرد بالكامل على كل الافكار اللي بيعتنقها الوسط وبيروجولها. فشابوه يوسف الشريف. بس كده معلم، قول لي انت ايه رأيك، ايه رأيك في قصة يوسف الشريف؟ هل انت شايف انه موهوب وانا غلطان؟ اصل دي اراء شخصية، يعني كلمة مش موهوب دي بالنسبة لي رأي شخصي، انا مش بفرضه عليك، مش حقيقة، فاهمني؟ ممكن تختلف معايا عادي جدا، بس اللي انا متأكد منه انه مجتهد وذكي كفاية عشان يعرف يختار ادواره صح، وان اختياره للادوار دي يعتبر موهبة اصلا. الفيديو ده مش بغرضه التجريح او الاهانة من يوسف الشريف، لان انا بحبه جدا. فقول لي رأيك يا معلم، وكل عدم تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو سريع على الانستا، وبيس.